تدبير مجموعة من المؤسسات. هو أستاذ من مواليد سنة 1960 بأكادير، حصل على الإجازة في الحقوق في ماي 1984 من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، الدبلوم العالي من جامعة باريس تخصص العلوم الإدارية سنة 1985، دبلوم دراسات المعمقة تخصص القانون العام الداخلي من أكاديمية باريس سنة 1986، الدكتوراه الوطنية من أكاديمية باريس سنة 1991، ودكتوراه الدولة في الحقوق سنة 1999 من جامعة محمد الخامس كلية الحقوق بالرباط. التحق بالتدريس الجامعي كأستاذ بكلية الحقوق بوجدة في شتنبر 1991، ثم انتقل إلى كلية الحقوق بطنجة في شتنبر 1997، يدرس في مؤسسات تعليمية أخرى كأستاذ زائر في المعهد الوطني للعمل الاجتماعي طنجة، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة سنة 1998 إلى 2005، رئيس وحدة البحث والتكوين في القانون الإداري والتنمية، نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، وعميدا لكلية الحقوق بطنجة لولايتي. أستاذ يستحق منا كل التنويه بالإضافة إلى إصداراته ومساهماته العلمية التي تعرفونها جميعا، إنه الأستاذ محمد يحيى الدكتور المتميز. يشرفنا اليوم أن نكرمه وأن ننوه بمجهوده المتميز. أدعوه لاعتلاء المنصة من أجل تقديم تذكار نعتز بأن نقدم له كمركز وكذلك ككلية متعددة التخصصات بمدينة العرائش. فليتفضل، جزاه الله عنا كل خير. أستاذ محمد يحيى تعرفونه جيدا، يقدم له تذكارا بالمناسبة السيد أحمد بيضاء الشامي. فليتفضل مشكورا. رئيسته أشكر هذا المركز الذي قام بهذه البادرة. أنا ما عندي ما أقول لكم هنا الشكر، أشكر الجميع. نتمنى التوفيق. الإنسان عاجز باش يعني يقول شي حاجة في هذه اللحظة هذه. الشكر والتوفيق للجميع، واللي هو أساسي ومهم دائما كنقول هي الأجيال المستقبلية، أبناء الوطن، مسألة أساسية ومهمة في هذه المحطة اللي هي مفصلية، واللي خصنا كلنا نوضعوا يدنا في يدهم باش نمشيو بهذا البلد يكون كما يريد وزارة الملك. دائما أقولها دولة قوية وصاعدة، ولا ما صبرناش معاهم ولا ما خديناش معنا اعتبار الخلاصة الأساسية ديالنا بحال هاد اللقاءات، بحال السيد رئيس مجلس الاقتصاد والاجتماع عطانا مجموعة من المعطيات أساسية ومهمة يدا في يد. وأنا متأكد بكون عندنا بلدنا غادي نمشيو بها للقدام. ممارسة أخرى، شكرا للجميع. شكرا جزيلا أستاذي الفاضل محمد يحيى على هذه الكلمة. لا شك أنها صدرت من القلب ووصلت إلى كل قلوب الحاضرين معنا في هذه